مرحبا بك مريم، ومرحبا بكل مشاهدي قناة نسمع. نحن متواجدين يعني تقريبا منذ مبدا الإعلان عن النتائج الجزئية لجميع الدوائر في تونس وخارج أرض الوطن. لحد الآن 10 دوائر تم الإعلان عن نتائجها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذه الدوائر كانت 7 تمثل في داخل تونس و3 خارج أرض الوطن. باش نبداو بدائرة المهدية، وهي هي آخر ما أعلنت عنه كنتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. دائرة المهدية يتنافسوا عليها 8 على 8 مقاعد. عنا نبدأ بالمرتبة الأولى لحركة نداء تونس بنسبة 45.55%. النسبة دي تمكن حركة نداء تونس بفوز بثلاثة أو 4 مقاعد مع احتساب الفارق في الفاصل. كذلك المرتبة الثانية إلى حزب حركة النهضة بنسبة 22.45%، ما يمكنها من الحصول على مقعد وفي أقصى الحالات إلى مقعدين. ثم في المرتبة الثالثة أفاق تونس بنسبة 9.85%، أي أنها ستحصل على مقعد. تليها الجبهة الشعبية التي من الممكن أن تحصل على مقعد بنسبة 2.90%. دائرة نابل واحد يتنافس على 7 مقاعد. كانت المرتبة الأولى إلى حركة نداء تونس بنسبة 50%، هذه النسبة ستمكنها من الحصول على 3 أو 4 مقاعد. تليها حركة النهضة بنسبة 19.91%، سيمكنها من الحصول على مقعد أو مقعدين في أقصى الحالات. ثالثا حزب أفاق تونس بنسبة 4.84%، ستتحصل بذلك على مقعد. ثم قائمة حزب الاتحاد الوطني الحر ستحصل على مقعد، والنسبة هي 4.78%. دائرة المنستير يتنافسوا على 9 مقاعد. كانت المرتبة الأولى لحركة نداء تونس بنسبة 56.84%، باش يمكنها من الحصول على 4 مقاعد. تليها حركة النهضة ب 20.63%، ما سيمكنها من الحصول على مقعدين. ثم حزب أفاق تونس مقعد، فجبهة شعبية مقعد، وحزب المبادرة مقعد. دائرة الزغوان ويتنافسوا على 5 مقاعد. ستتحصل حركة أو تحصلت حركة نداء تونس على 35.19%، سيمكنها من ذلك من الحصول على 2 أو 3 مقاعد كأقصى تقدير. ثم حزب حركة نداء تونس مقعد، فالاتحاد الوطني الحر مقعد، وحزب المبادرة مقعد. دائرة إقبلي 5 مقاعد. تحصلت حركة النهضة على الأغلبية ب 39.46%، أي أنها ستتحصل على مقعدين. تليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بمقعد، ثم اليو بي ال الاتحاد الوطني الحر بمقعد، قائمة حزب المبادرة مقعد. دائرة إقبلي تحصلت حركة النهضة على نسبة 39.46%، أي أنها ستتحصل على مقعدين. ثم حزب المبادرة، حزب المؤتمر مقعد، حركة الشعب مقعد، حركة نداء تونس مقعد. دائرة التوزر حركة النهضة ستتحصل على مقعد أو 2، حيث جابت نسبة 27.30%. ثم المجد، قائمة المجد للجريدة مقعد، قائمة نداء تونس مقعد، قائمة حزب الاتحاد الوطني الحر مقعد، وقائمة صوت الجريد مقعد. هذا النتائج الجزئية في تونس. تبقى فرنسا 1، فرنسا 2، وألمانيا. فكانت النتيجة على التوالي: فرنسا 1 نداء تونس تحصلت على المرتبة الأولى بنسبة 39.48%، أي 2 مقاعد. حركة النهضة 29.56%، أي مقعد أو 2 على أقصى تقدير. المرتبة الثالثة أفاق تونس 5.76%، ما يمكنها أن تتحصل على مقعد. ثم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بنسبة 5.55%، ستحصل بذلك على مقعد. دائرة فرنسا 2 والتنافس على 5 مقاعد. المرتبة الأولى آلت إلى حركة نداء تونس بنسبة 42.09%، أي أنها ستتحصل على مقعدين. حزب حركة النهضة 26.36%، أي أنها ستتحصل على مقعد. قائمة نداء تونسيين بالخارج بنسبة 5.88%، أي أنها ستتحصل على مقعد. تليها قائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بنسبة 4.12%، أي أنها ستتحصل على مقعد. وبالنسبة لدائرة ألمانيا فالتنافس على مقعد وحيد، وآل إلى حزب نداء تونس. النتيجة في العموم لحد هذه الساعة فإنها ستكون بين 20 و23 مقعد إلى نداء تونس،
في المقابل بين 11 و13 مقعد للحركة النهضة. هذا تقريبا ما قالت إليه النتائج الجزئية اللي بديت الإعلان عليها منذ 7:30 من مساء البارح إلى هذه الساعة.